لا ماشي، ما عندناش اللاعب اللي تيقسم المباريات، ما عندناش ليفيكتيف يعني باش تبقى حافظ على ديك لانتونسيتي دو جو، تبقى شاد من الماتش من الاول حتى الاخر، خصك ثلاثه المجموعات. للاسف تلعبوا بواحد المجموعه ونصف، كاين لاعبين اللي ما قدروش يخرجوا من الضغط، ارتباك كبير عليهم، وزادتنا الاصابه ديال اسماعيل مزال في الشوط الاول. ما كناش واخا سجلوا ذاك الهدف ما كانش عندنا تخوف، بقينا كنخلقوا الفرص، لكن اسماعيل مزال في وسط المنافسه لاعب لا يعوض. هاد الاصابات هادو زعما هاد السوء الطالع ما عندي له حتى شي تفسير، انه ماشي اصابات عضليه اللي متعلقه بلا شارج دونترينمون في لي زارتيكولاسيون، واحد تهرس في لا شوفي، هذا امر الله ما عندنا ما نديرو. هشام كيف سيت الاعداد المباراه في انديجان امام منتخب ايران ومنتخب فرنسا؟ واش هما غادي يكون استعداد لهذه المباراه هذه؟ عارف على انه الطموح ديالكم لازال كبيره في كاس العالم. بالفعل اليوم احنا مازالين متاهلين، ما غاديش نهبطوا يدينا، غادي نحاولوا ما امكن ندوزوا المربع يعني الكارت فينال، رغم اننا غادي ندوزوا واحد الطريق صعيبه وصعيبه بزاف. كان بودنا اليوم نحاولوا نكونوا في المستوى، لكن المنتخب البرتغالي كان جاهز بجميع العناصر ديالو، وهذه فوارق راجعه لتاريخ اللعبه. احنا يلاه بادين، هذوك لاعبين مكونين من الصغر ديالهم في الفوتسال، تقريبا كاين اللي عنده 30 سنه 40 سنه، احنا لاعبين بدينا معاهم كلهم سينيور، فلذلك تشوفوا دوك الفوارق في ليطاي، وهذاك هو العمل اللي احنا بادين عليه في المغرب، اننا نطلعوا الدراري من الصغر باش نقدروا نشوفوا هذوك القامات، نشوفوا لي بيفون، نشوفوا الحارس اللي تيخرج، نشوفوا اللاعبين اللي تيروا من بعيد. هذا هو اللي دار الفرق صراحه.